سعداء باستقبال السيدة ناجية بوشارب الكاتبة العامة لجمعية برج خديجة الثقافية بشابة، والجمعية هي أساسا المؤسس للمهرجان مهرجان الجائزة العربية أبو القاسم الشابي للشعراء الشبان. صباح الخير سيدة ناجية. صباح النور، مرحبا بك، عايشك إن شاء الله نهاركم زين. تحياتنا ليك ومن خلالك لكل الشوابية أينما كانوا. كنت عرفنا بالجمعية سيدة ناجي. أول حاجة نحب نشكركم على الاستضافة هذه وإنكم أتحتوا لنا الفرصة باش نعرفوا بالجائزة العربية لجائزة أبو القاسم الشابي للشعراء الشبان. أيوة. المهرجان هذايا أسسته جمعية برج خديجة للثقافة والمواطنة. نعم. جمعيتنا هي جديدة ماهيش حديثة، حديث العهد، حديث العهد. أسست في نوفمبر 2019، صدرت بالرائد الرسمي. هي بالأساس جمعية ثقافية. أي. من أهم أهدافها المساهمة في المحافظة على التراث المادي واللامادي، غرس روح المواطنة للكبار وللصغار. نعم. ترسيخ النهوض بمدينة الشابة على المستوى المادي الاجتماعي الثقافي، هذه أهم المواضيع اللي تطرق لها جمعيتنا. نعم. بالأساس. نعم. في الإطار هذا. أيوة. حبينا لمسة وفاء للشاعر أبو القاسم الشابي. نعم. اللي هو تغنى أول حاجة بالحياة، مسمينه شاعر الحياة. أي. إذا الشعب يوما، واللي هو مبدئيا وقبل كل شيء اللقب نتاعه الشابي، ولكن نسبة إلى الشابية نتاع توزر مش هو باش نصحوا. أيوة. المعلومة شوية. هذا علاش حبيت نسألك سيدة. أيوة. ناجية تفضل. احنا حبيناها جايزة شابية وخارجة من الشابة لأنه الأساس النسب الأصلي الأصلي لأبو القاسم الشابي هو شابي. هو معلومة جديدة هذه. كل مرة هو بما أنه شاعر معناها الحقيقة عالمي، خليني أقول أبو القاسم الشابي، يعني بعد وفاته هو تبارك الله، معناها هو توفى في أكتوبر 34. بعد وفاته بقرابة 89 سنة، معناها ما زالت الأبحاث وما زالت الدراسات وما زال الاهتمام الكبير بهذا الشاعر الفذ. وتوا معلومة جديدة الحقيقة. صحيح. ربما أول مرة يقع تناولها في وسائل الإعلام أنه أبو القاسم الشابي لقبه الشابي نسبة إلى الشابة، الانتماء. نعم. لأنه جده سيد أحمد بن مخلوف. أي. الشابي. أي. هو في الأصل مولود في الشابة وعاش في الشابة. نعم. خرج من الشابة في 1457. نعم. ووقتها بدأ يتوزع. 1457 ميلادي طبعا. أكيد. أي. ميلادي يعني قبل 5 قرون من ولادة الشابي. بالضبط. في شابية نفطة معناه. بالضبط. أي. ومن وقتها بدأ يتزرع على عرش الشابي. كنشوف راه ماهوش موجود في تونس فقط. نعم. في الجنوب التونسي، في الجزائر، هو عرش كبير وموجود. أي. أي. لكن الأصل يرجع لمدينة. نعم. القرن الخامس عشر. أمامنا المعلقة الحلوة والجميلة متاع المهرجان. إذا جمعية برج خديجة. هنا سؤال، علاش برج خديجة من معالم الشابة؟ هذا من المعالم الأثرية اللي ترمز لمدينة الشابة. نعم. هو برج خديجة يرجع نسبة إلى خديجة الحفصية. نعم. هي شاعرة من مدينة القيروان. أي. هذا ما يقال الرواية معناها المداولة. أي. إنها شاعرة كانت تجي من مدينة القيروان وتكتب شعر في البلاصة هذه في البرج. نعم. فسمي نسبة إلى خديجة الحفصية. وذلك علاش اخترتوا الجمعية باسم أنه تكون تسمية نتاعها برج خديجة. أكيد. الجمعية قلنا جت فكرة تأسيس هذا المهرجان، مهرجان الجائزة العربية أبو القاسم الشابي للشعراء الشبان. كيف جات الفكرة، وخاصة احنا توا على أبواب الدورة الثانية سيدة ناجي؟ الدورة الأولى صارت في فيفري 24 فيفري 2019. وما اخترناش التاريخ هكاك، 24 فيفري هو تاريخ ميلاد أبو القاسم. نعم. الشابي في 24 فيفري 1909 ولد الشابي. بالضبط. احنا حبيناها لمسة وفاء. لذا. نعم. اخترنا تاريخ ميلاده احياء لذكراه فقط. نعم. فجات الفكره ان نعملوا جائزه عربيه يشاركوا فيها الشعراء الشبان من كافه الدول العربيه.
على شرط، فيها شروط اكيد، انه سنهم ما يتجاوزش ال 25 سنه. شبان شبان هذا شبان شبان، ومش هكاك اخترنا العمر، لانه ابو القاسم الشابي توفي عن سنته نازل 25 سنه. نعم. بالضبط 25 سنه و8 شهور تقريبا. ايوه، ولا حتى اقل، 7 شهور وهي مات. نعم. عندك المعلومه صحيحه. فقلنا انحشتنا بك الشبان اللي في عمر ابو القاسم الشابي. نعم. لانه هو عمره صغير 25 سنه، ولكن المسيرة الشعرية اللي عملها أبو القاسم. نعم. كبيرة برشا، تحسب بالقرون معناها. ربما فما شكون من الشعراء اللي قدموا للإنسانية الشاعر العظيم، شاعر تونس الفذ كما قلت أبو القاسم الشابي، في تقريبا 5-6 سنوات يعجز فطاحلة الشعراء على تقديمه في عشرات السنين. بالضبط. هاني قاعد نشكرك في ولد بلادك معناها بالنسب. ولد تونس الكل. نعم، بلادك هي تونس طبعا سيدة ناجي. تفضل. يعيشك. إذا وصلنا للمهرجان. أي المهرجان، دونك قررنا باش نعملوا الجائزة العربية. نعم. هذه. نعم. المشرف على الجائزة هذه، المشرف الرئيسي هو رئيسها الشرفي الدكتور علي الشابي. أي. هو الوزير الأسبق للشؤون الدينية. نعم، من العائلة. والمدير التنفيذي هو سيناجي مرزوق، رئيس جمعية الشاب برج خديجة للثقافة، اللي أنت الكاتبة العامة متاعها. يعطيك الصحة. تعديت الدورة الأولى، كيفاش كانت الدورة الأولى؟ وعلاش توا منذ 4 سنوات باش جات الدورة الثانية؟ على خاطر صدفتنا الكورونا في 2021 الكورونا. اي احنا 2019 عملنا الدوره الاولى، ومن بعد جات الكورونا فالظروف ما كانتش مواتيه باش نعملوا. رجعنا سنين في دورتها الثانيه 2023 باش تكون في 26 فيفري. نعم. بمدينه الشابه. نستدعاو الناس اللي تحب. أي. فما برنامج طبعا، فما ترشحات، فما اللي سائل ان يسال هنا توا شاعر شاب ولا مهتم بالادب ولا بالشعر ولا بالثقافه كما تعرف ناجيه، كيفاش يترشح للجائزة؟ كيفاش يبعث إبداعاته؟ كيفاش فما لجان تحكيم؟ فما شكون مشرف على أنه ينتقي من الشعراء؟ وخاصة الجانب المادي أيضا يهمني باش نسأل عليه، لأنه مش تجيب شعراء. أكيد. من دول عربية فما تكاليف تنقل وإقامة وغيره. كيفاش كانت الأمور بالنسبة للدورة الأولى والسنة شنو هو محضرين؟ الدورة الأولى حاولنا بالإمكانيات اللي عنا الحقيقة. أي. والحمد لله تعديت ولا بس. عدد سلامات. الحمد لله. اثنين ان شاء الله ننشد اني الجهات المختصه من المنبر هذايا باش يدعمونا شويه، باش تكون فما مهرجان، كي نحكيو مهرجان بقيمته، في قيمه ابو القاسم، مهرجان عربي، فلابد انه يكون في المستوى. حتى كي يجيونا شعراء من الدول العربيه اقل الامكانيات انه باش يسكن، باش نوفروا له الاقامه الى طبعا. غير ذلك. اكيد. هذا مع العلم انه راهو المهرجان فيه جوائز، هذاك علاش سميناه الجائزه. في جوائز قيمه. أي. في جوائز قيمه. نعم. نبدا لك بالشروط ومن بعد نتعداو. أي. أي. تفضل. من شروط المشاركه انه لا يتجاوز سن المشارك 25 سنه، وهذا نسبة معناه إلى معناها 24 و11 شهر و29 يوم. بالضبط. ما أكثرش. 25. نعم 25 يوم. بالضبط. أي. هو العمر اللي توفي فيه. نعم. أبو القاسم. المشاركة بنصوص شعرية مكتوبة باللغة العربية الفصحى، هذا من أهم طبعاً الشروط. ما تكونش النصوص شاركوا بها في جوائز أخرى، يعني ما تكونش. أي. لازمها تكون أول جديدة. أول مرة تشارك في جوائز ولا مهرجانات. بالضبط. نعم. 15 فيفري هو اخر اجل لارسال النصوص نتاعهم. نعم. على صفحه الجمعيه او على طريق هنا حطينا البريد الالكتروني. اي امامنا على الشاشه. اي العنوان الالكتروني، الميل. اي او عن طريق البريد يعني. نعم. المهم بريد على عنوان الجمعيه. عنوان الجمعيه. نعم. بالضبط. النصوص الوارده على الجائزه من بعد رانا ما نرجعوهاش خاطر باش يصير فرز وكل شيء. بالنسبه للجوائز، هي جوائز قائمه كما قلت لك، تقوم الهيئه المشرفه على الجائزه بنشر النصوص الفائزه في طبعه اولى، يعني باش تطبع النصوص هذه. هذا يبدو ربح معناها. معناتها مهم للشعراء الشبان انهم ينشروا، خاطر النشر صعيب ناجيه وانت تعرف. نعم. بالضبط. دونك باش نطبعوا لهم احنا الطبعه الاولى
الأولى في عدد لا يتجاوز 1000 نسخة، ويتسلم الفائز 100 نسخة، يتسلم منهم 100 نسخة، فهذا يحتسب طبعا له. طبعا مهم جدا. إدارة المهرجان كذلك تحدد 3 جوائز بمبالغ مالية متفاوتة، تسند إلى الشعراء هذوما اللي باش يفوزوا بالجائزة الأولى والثانية والثالثة. طبعا بالضبط. مش مطلوب نوع معين من الشعر، عمودي أو حر أو مقفى أو موزونة، جميع أنواع الشعر، جميع أنواعها. بشرط أنها تكون وما تكونش منشورة من قبل، وما تكونش منشورة من قبل أو شاركت في معناها جوائز ولا مهرجانات ولا مسابقات من هذا النوع. نعم، هذه هي الشروط. شنو الانتظارات؟ بدات الاتصالات، بدات قداش تنتظروا تقريبا الشعراء؟ معناتها فما اهتمام على المستوى العربي؟ شنو هي الاصداء في بدايتها؟ لانه مازال اكثر من شهر على المهرجان، مازال اكثر من شهر وبدينا نقبلوا في مطالب. فما شاعر من الأردن هو شاب زاد حاب باش يشارك، فما شاب من العراق زاد حاب باش يشارك. انتظاراتنا الحقيقة نستناو في الدعم من الجهات المختصة، نحاولوا نوفروا الإمكانيات اللازمة لإنجاح هذه الجائزة. هي جائزة وطنية وعربية بالأساس، فحابين أنها تكون في أحسن صورة. ان شاء الله مجهوداتكم تتوج وتكلل بالنجاح. ما نعرفش اذا كان عندك دعوه ولا رساله ولا معناها اي نوع من انواع، لو مع عتاب حاجه موجهه لمن يهمه الامر، تفضل مازال مفتوح لك. من يهمه هو لهم الحقيقه اللي دعم الانشطه الثقافيه في بلادنا بصفه عامه، هذايا ناقص عنا لامكانيات بلادنا. يمكن يعني احنا نتفهموا ولكن ماناش طالبين المستحيل، اقل الامكانيات اللي تكون في احسن الظروف فقط. بالضبط، شويه لوم فقط. الدعوه لكم انتم، ان شاء الله تشرفونا في المهرجان هذا، لكافة وسائل الاعلام زاد باش تواكبوا المهرجان والحدث الوطني هذا. ان شاء الله تكونوا بحضانا وتشرفونا. يعيشك، يشرف مقدارك. شكرا لك سيده ناجيه ابو الشارب، الكاتبه العامه للجمعية الثقافية برج خديجة بالشابة. هذه الجمعية اللي هي الجمعية المؤسسة للجائزة العربية أبو القاسم الشابي للشعراء. الشبان إن شاء الله بالتوفيق والنجاح، وإن شاء الله كما قلت أنت نكونوا في الموعد، ويجبنا استضافتكم طبعا. إن شاء الله نكونوا في الموعد في المواكبة والتغطية والاستضافة في 26 هكا 26 فبراير 2023 بمدينة الشابة. إن شاء الله دعوة مفتوحة للجميع. ومرحبا بكم. عايشك وبيك.